بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب 21، باب استحلاف المنكر إذا لم تكن له بينة وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بير، فاقتسمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه؟ فقلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. واحتج به من لم ير الشاهد واليمين ومن رعى الأهد يمينا. وفي لفظ: خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه. قلت: ما لي بينة وأن يجعلها يمينه تذهب بئري؟ إن خصمي امرؤ فاجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. رواه أحمد. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. رواه مسلم والترمذي وصححه. وهو حجة على عدم الملازمة والتكفير وعدم رد اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أهل الحمد والفضل والمجد والثناء. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالرحمة والهدى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. قال رحمه الله تعالى: باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بينة.
وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما. هذه أيضا مسألة من مسائل التقاضي، وهي أنه إذا تقدم المتداعيان أمام القاضي مدعي ومدعى عليه، وأولا حينما يقدم المدعي دعوة بمعنى يقول هذه الأرض لي كذا وكذا وكذا وكذا، يقول له القاضي هل عندك بينة؟ والبينة هي الشهود. إن قال له نعم يطلبها وينظر فيها، قد تكون موصلة وقد تكون غير موصلة. وإن قال لا ما عندي بينة، إنما هذه ورثتها عن أبائي وأجدادي إلى آخره، يتوجه القاضي إلى المدعى عليه، يقول ماذا تقول؟ يقول لا هذه لي وأنا هي بين يدي وأنا أزرعها من قديم إلى آخره، فيقول تحلف؟ أو يقول المدعي ليس ما دام ليس عندك بينة ليس لك إلا يمينه. إذن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولهذا قال الشيخ هنا باب استحلاف المنكر، المنكر اللي هو المدعى عليه، بمعنى ينكر أن المدعي صادقا في دعواه. ولهذا المدعي يدعي خلاف الظاهر بخلاف الأصل، بمعنى أن المدعى عليه هو الذي بيده العين المتنازع فيها، إذن هو الأصل، الأصل عنده. وأصل ما دام أنه ما دام أنها بيده وأنا يتصرف فيها من سنوات وكذا وكذا، فالأصل عنده. والمدعي يريد أن ينتزعها من المدعى عليه، فالمدعى عليه يحلف بالنفي، يقول يحلف أنه ليس له حق إن هذا، إنما فهذا 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 هو تصوير المسألة. ولهذا نأتي الآن على من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، بمعنى لأن الأصل أن المدعي عليه البينة والمدعى عليه اليمين. فمن هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ هذا هو تقريبا، أولا تقريبا يعني أو قاعدة لا تكاد يختلف عليها العلم، وهي أن البينة على المدعي واليمين على المنكر. البينة على المدعي بمعنى لابد أن نأتي بما يثبت دعواه، أما المدعى عليه هذا مجرد أنه ينفي أن هذا له حق، ما يطلب منه أن يثبت أن هذا ملكه. لا، المدعى عليه ما يقال أثبت أن هذا ملكك. لماذا؟ لأن يده عليه، فهو يحلف على أن المدعي ليس له حق، فهو يحلف على النفي، وذلك لابد أن يثبت. فالبين للإثبات واليمين للنفي. فإذا هم متفقون على أن المدعي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ قالوا التعريف المشهور هو أن المدعي من إذا ترك ترك. مثلا أنت ذهبت القاضي قلت أنا القضية الفلانية أن فلان أخذ حقي أو كذا وكذا وكذا، راجعته اليوم وكلمته ورفعت الدعوة وكتبت حررت الدعوة وأرسلتها، لم تراجع ولا 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 عقبت، ما حد يسألك. من إذا ترك ترك، لأن أنت صاحب الدعوة تتابع أو لا تتابع. فهم قالوا المدعي هو الذي إذا ترك وأهمل دعواه ولم يعقب عليها ولم يراجع
لا يرسل القاضي جندي ولا شرطي ولا محضر يدعوه، لا، لأنه صاحب الدعوة، إن شاء يتابع يتابع. فالمدعي قالوا هو من إذا ترك ترك، إذا ترك دعواه تركه، تركه القاضي وتركه المدعي عليه وترك ما حد، لا أحد يسير وراه. بين المدعي عليه لا، من إذا ترك لم يترك. فأنت إذا ادعيت على فلان ولم يحضر يرسل القاضي له من يحضره، بل أحيانا مرة مرتين، وإذا لم يحضر يحكم عليه غيابيا. فالمدعى عليه إذا ترك ما يترك، إذا ترك ما يترك. المدعي من إذا ترك ترك، هذا 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 تعريف. ولكن في بعض القضايا لا، قد لا تكون، لكن الغالب أنه فعل أن المدعي هو من إذا ترك ترك، والمدعي عليه إذا ترك لم يترك. وقيل إن المدعي هو من تخالف دعواه الظاهر، لأنك تدعي أن هذه الأرض لك، بينما الظاهر أنها تحت يد فلان، المدعي عليه هو اللي هو الذي يزرع فيها، هو الذي كذا وكذا، أو الدابة هو الذي في بيته وعنده ويركبها، أو أي شيء، يعني دعوة تدعيها بينما بيد المدعي عليه. فأنت تدعي خلاف الظاهر، الظاهر هي أنها بيده، أنها ملك من هي بيده. فقالوا إذا المدعي هو الذي يدعي خلاف الظاهر، والمدعي عليه هو الذي مستبق على الأصل، لأن الشيء عنده والعين عنده. ولهذا المدعي طلب منه البينة وليس اليمين، طلب منه البينة، والمدعي عليه مجرد ما دام أن هذاك ما استطاع أن يأتي بينة المدعي، يقال المدعى احلف أن هذه يعني من أجل نفي أن يكون لصاحبي حق. هذا هو المدعي والمدعى عليه. ولهذا يعني طلب من المدعي البينة لأن جانبه ضعيف، لابد ببينة قوية تثبت. لماذا ضعيف؟ لأنه يدعي أنه يريد أن يتسلط على هذا الرجل الذي يزرع في الأرض، أو هذا الرجل الذي يركب الدابة، أو هذا الرجل الذي يسكن البيت. فهو يعني جانبه فعلا يحتاج إلى مزيد من الإثبات حتى يثبت أن هذا البيت ملكه، بينما هذا الرجل هذا في بيته من سنوات. فمن هنا طلب منه توثيق أكثر وهي البينة، بينما المدعى عليه طبعا جانبه قوي، لأنه هو اللي متملك، هو اللي متسلط، وهو الذي بيده، وهو اللي ساكن البيت إلى آخره. ولهذا من 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 تعبيراتهم قالوا المدعي ضعيف لأنه يقول بخلاف الظاهر، فكلف بالحجة القوية وهي البينة، لأنها، لاحظ كلام الفقهاء، لأنها لا تجلب لنفسها دفعا ولا تدفع عنها ضررا. البينة يعني لا 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 هو يجلب نفعا لكن ما يدفع ضررا، يعني إن حصل حصل وما حصل ما خسر شيء، لأن ليس بيده شيء. بينما جانب المدعى عليه قوي لأن لأمرين، أنه متسلط على العين المدعى، والأمر الثاني أن الأصل براءة ذمته، ما يعني براءة ذمته من حق الآخر، مو براءة ذمته من المملوك، لا، من الأصل أنه براءة الذمة من أن يكون مشغولة بحق غيره. ولهذا اكتفي باليمين، واليمين طبعا أضعف من البينة، اليمين أضعف، يحلف ويقال للمدعي ليس لك حق. فالحالف وهو المدعى عليه يجلب لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر، يدفع عنها الضرر، بينما المدعي عليه ما عليه ضرر، يجلب نفع لكن ما يدفع ما 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 ما, ما, ما يدفع ضرر، لأنه ما بيده شيء. المقصود أن معنى الترجمة باب استحلاف المنكر، بمعنى المدعي عليه
يطلب منه اليمين إذا لم تكن لدى المدعي بينة. ثم قال وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما، أي ليس للمدعي بينه يمين، لا، إلا عاد في أحيان كغاب شاهدك أو يمينه، إلا في أن رسول حكم بشاهد ويمين، هذه مرت معنا وسوف نشير إليها بعد قليل، سوف نشير إليها بعد قليل. لكن الشيخ قال أنه ليس للمدعي الجمع بينهم، بمعنى أن أحاديث الباب تدل على أنه أو تشهد لمن قال يعني أنه لا يجمع للمدعي بين الشاهد واليمين، هذا حديث الباب. وإلا مر معنا أنه ممكن أن يطلب من أن يكتفى من المدعي الشاهد واليمين كما مر معنا. فقال عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أن المدعي الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمدعي شاهداك أو يمينه، يعني أنت أيها المدعي إما تأتي بشاهدين، طبعا العدول يشهدون أنك صاحب حق، وإلا إذا لم تأتي ترجع إلى اليمين تطلب من المدعى عليه. فقال شاهداك أيها المدعي أو يمينك أيها، إذا لم يستطع المدعي إحضار شاهدين بينه يعني، فإنه يرجع إلى المدعى عليه ويطلب منه اليمين. فقال شاهداك، فقلت يعني المدعي يا رسول الله إنه إذن يحلف ولا يبالي، يعني اليمين سهل يحلف، ولهذا قلنا إن جانب المدعى عليه قوي، ولهذا يكتفى منه بشيء يسير، بين جانب المدعي لا يدعي خلاف الأصل وخلاف الظاهر، ولهذا يحتاج إلى بينة قوية. فقال الرجل يا رسول الله إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الديانة من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله السلامة. طبعا هذا لا شك أنه خطير، لكنه أمر دياني، يعني يكون الخصم يقول أنه فاجر ما يقبل الشيخ القاضي كلام أنه فاجر، يعني لو كل مجرد تقول فاجر يتراجع القاضي، لا، هذا شيء آخر. ما دام العين بيده، هو ساكن في البيت ولا هو ماسك بخطام الدابة، أو هو الذي يزرع في الزراعية ويفلح معه أدواته وعماله وصبيانه، إذن هو جانبه قوي. وكون المدعي أنه فاجر، لا هذا 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 أمر دياني بينه وبين الله، ولهذا لم يؤثر قوله فاجر في أن لا يقبل النبي يمينه، إنما قال أمر دياني من حلف على يمين يقتطع بها بان امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وعليه غضبان. ولهذا مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، يعني قد يكون واحد أقوى سواء كان مدعي أو مدعي عليه، أحيانا قد يكون المدعي أيضا فاجر ويأتي بشهود ويأتي بكذا ويأتي بأشياء وثائق مزورة، أو يأتي بشهود فعل الزور، القاضي لا يكتشف أنه ليس دائما القاضي يكتشف شهود الزور، وهذا معروف بشر هو، وليس دائما يكتشف التزوير في الوثائق، قد يكتشف وقد لا يكتشف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنما أقضي على نحو مما أسمع من الأطراف، أنا مدعى عليه، فمن اقتطعت له من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار، فليأخذها أو يتركها أو يدعها. إذن القاضي يحكم بالظاهر ويحكم بما بين يديه من يعني بينات ووثائق، سواء
في جانب المدعى أو جانب المدعى عليه، ولا يتدخل في قضية أن فاجر ولا غير فاجر ولا ظالم ولا غير ظالم، هذه أمور ديانية. يتدخل في قضية الشهود، الشهود نعم يطلب من يزكيهم أنهم عدول البينة زيادة توثيق، أما نفس المدعي ظالم ولا فاجر ولا مدعي عليه ظالم ولا فاجر، هذه ما لو 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 لو, لو توقف عندها القاضي ما حكم بين الناس أبدا، يعني هذه قضايا، لأن من السهولة أن تتهم فلان بأنه فاجر ولا ظالم ولا لا، لكن ما دام أنت أتيت بوثائق وهي موصلة نحكم لك، وما دام هذاك أيضا ما دام وضع يده وهو الذي يعمل بهذه الأرض من سنوات، هذا هو الظاهر. فإذا قضاء القاضي هو الظاهر، قضاء القاضي هو بناء على الظاهر وبناء على ما، لكن لا الباطن له الله عز وجل. ولهذا لو حكم لك وأنت غير مستحق وتعلم أنك فاجر ما يحل لك، ولو أخذت من القاضي وثيقة وصك، ما سك القاضي وحكم القاضي لا يحل الحراما. لكنه هو لفصل الخصومات، القضاء هو لفصل الخصومات ويصل الحقوق إذا أمكن، لكن المقصود هو فصل المنازعات، يفصل بين المتنازعين بالحكم اللي يصدره، والجهات تنفذ ما قضى به القاضي حتى تفصل الخصومات. أما قضية الحق الحقيقي هذا ليس القاضي مسؤول عنه، الأمور الباطنة ليس مسؤول عنه، ولو لأن لا يستطيع، هذه الله عز وجل. فإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو ممكن أن يبلغه الوحي ويطلعه، لكنه لا، هو يشرع لنا، ولهذا قال إنما أنا بشر وإنما أقضي على نحو مما أسمع، يعني أسمع من الأطراف. فقال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله السلام. وهذا لا شك قد يكون هذا من الكبائر. قال الشيخ الحديث متفق عليه، قال الشيخ المجد بن تيمية واحتج به من لم يرى الشاهد واليمين، يعني من لم يرى طلب الشاهد واليمين في جانب المدعي. ولهذا قال في الترجمة وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما، يعني شاهد ويمين، لكن مرة معنا لا في أحد أخرى لا له ذلك، القاضي يا رسول حكم قضى بالشاهد واليمين، ومر معنا هذا وتكلمنا في تكلمنا على خلاف العلماء فيه، لكن هذا الحديث من أدلة من لم يرى الشاهد واليمين في حق المدعي. قال ومن رأى العهد يمينا، يعني هذا الحديث يدل على من رأى العهد يمينا. من وين أخذ يا مشايخ؟ من وين أخذ ومن رأى العهد يمينا؟ تراجعونها ولا تجاوبون؟ يقول الشيخ أن هذا الحديث يدل على أن على قول من يرى أن العهد يمين، يعني يقول عهد الله أنه يمين. من وين أخذ الشيخ؟ ومن وين دلت الحديث؟ تكملة الحديث بس ما ذكر الشيخ، كان ينبغي الشيخ يذكر هذا. تكملة الحديث نعم، أنه فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم قليلا، هذه تكملة، ما ذكر ما الشيخ اجتزأها، فكان ينبغي أن يذكرها، لأن تكمل الحديث فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، فدل على أن العهد هو الذي أحسنت. وفي لفظ خصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه، يعني هذا كما في الحديث الأول أن طلب من المدعي البينة، وإلا نرجع إلى يمين
المدعى عليه، فقال بينتك أنها بعرف، تأتي بشهود، تأتي بوثائق إلى آخره، وإلا فيمينه. قلت ما لي بينه، وأن يجعلها يمينه تذهب بيري، إذا كانت تروح ماذا بيحلف بيحلف. إن خصمي امرؤ فاجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله. طبعا ونفس هنا الأول كان بيني وبين رجل، وهنا خصمت ابن عم لي، يعني لا شك طبعا لا 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 يعني ليس هناك إشكال بين الروايتين. فالمقصود وأيضا لاحظوا أنه حينما يكونون أمام القضاء ويتهمه لا يعني لا تعتبر غيبة، وقال أو ولا تعتبر يعني نوع من التجاوز، إنه فاجر امرؤ فاجر، ما يعني لأن 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 الخصومات هذه يصدر مثل فيها مثل هذا، فاتهامه بأنه فاجر ما يعني ما لا يترتب عليه شيء، يعني ولهذا ما يقول المدعى عليه اثبت اني فاجر او يقول للقاضي هذا كلام، لا لأن طبيعة الخصومات يكون فيها مثل هذه الإثارات، فلا تعتبر غيبة ولا تعتبر بهتان. وعن وائل بن حجر قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي ألك بينه؟ قال لا، قال إذن فلك يمينه. فقال رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، قال ليس لك منه إلا ذلك. فاجر ما فاجر، ما دام أن الأرض بيده وهو يزرعها وسنوات والناس تمر وتاته ما حد، فأنت إما تبين وإلا الأصل أن وضع يده وضع صحيح. فانطلق ليحلف، لما قاله طلب المدعى عليه أن يحلف فانطلق، يعني هم وفعلا أراد يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر، لعله حلف ولا شك وحكم له، فقال أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنهم معرض، صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مش كالحديث اللي قبله. فكما قلنا القاضي ليس له إلا الظهر، يعني بمعنى أنه حينما قال إنه امرؤ فاجر أو لا يبالي، يعني أحيانا قد يعني يكون عند القاضي إحساس أن المدعي يعني صادق، أو أن المدعي رجل طيب، أو أنه فعلا بريء، أو أنه وقد يكون يظهر من المدعى عليه أنه عنده نوع من لكن كل هذا لا يعطي القاضي الحق في أن مجرد تصوراته أو قناعاته الشخصية، لا، ما إنما يقضي بناء على الأدوات بينة أو يمين. أما قضية إحساسك بأن هذا والله صادق وهذا قد يكون فاجر، هذا لا، القاضي لا 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 أعتمد على هذا. مر معنا أن القاضي لا يقضي بعلمه، وهل يقضي بعلمه ولا يقضي بعلمه؟ ما يقضي. لكن أحيانا إذا فعلا كان القاضي جازم أن هذه الأرض لفلان وجاءت القضية عنده، غالبا يتنحى ما يقضي،
بمعنى يتنحى، بمعنى يطلب أن يقضي فيها قاض آخر. أحيانا قد يكون ابن عم المدعى عليه أو مدعي ويعرف طبعاً في وهو ابن البلد والمبتدعين كلهم من البلد ويعرفهم، قد يكون من جيرانه قد يكون من كذا ويعرف مثلاً هذه إن هذه فعل لآل فلان، لكن ما عندهم يثبتون ما يقضي بعلمه، لكنه الغالب أنه ما يتدخل فيها بمعنى يتنحى، فيقول لرئيس المحكمة أو يقول لوزير العدل أو يقول للمسؤول عن توزيع القضايا، يقول هذه القضية أحلها إلى قاضي غيري، يعني قد يكون فعلا عنده قناعة أن هذا محق، لكن عندهم ليس عنده ما يثبت وهو لا يعني، فأحيانا يقول يجعل قاضي آخر يقضي فيها لأنه حتى لا يقضي هو بعلمه. قال: وهو حجة على عدم الملازمة. لكن مرة معنا بمعنى هذا الحديث دليل على أن 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 القاضي لا يكلف صاحب الحق أن يلازم غريمه، لكن مرة معنا في أحاديث تدل على أنه يلازمه إلى أن إلى أن يوفيه حقه، الملازمة اللي هي المتابعة، حتى قال يجلس عند بيته وكذا وفي المسجد يتابعه، هذه ملازمة يتابعه إلى أن يعطيه حقه. لكن هذا الحديث يقول الشيخ حجة على عدم الملازمة، لكن في أحاديث أخرى مرت معنا أنه له حق الملازمة، يعني يتابع غريمه إلى أن يسدد والتكفيل، أي حجة على أنه لا يشترط أو أن يطلب كفيلا. لكن جت حديث أخرى تدل على، بس هو الشيخ يقول هذا حديث حجة لمن لا يرى ذلك يعني. وعدم رد اليمين، بمعنى أنه ما قال لما قال أنه فاجر ما رد اليمين إلى المدعي. وقوله: وليس يتورع من شيء، لما نعطي كلمة عن الورع والزهد، كلمتان حقيقة يعني مهمتان جدا، وينبغي للمسلم أن يعني أن يقف عندهما، عند الورع والتورع. فهو يقول: وقال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. عندنا ورع وعندنا زهد، عندنا ورع وعندنا زهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الورع والزهد. الزهد لا شك أنه مطلوب محبوب ويعني حسن أن يكون الإنسان زاهدا، أما الورع فواجب، الورع واجب، لأن الورع الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. لاحظوا، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الورع ترك ما يضر في الآخرة. فالورع ترك المحرمات وترك المشتبهات، الورع. فقوله انه لا يتورع يعني ياكل حرام او مشتبه،
فالورع، ولهذا في قول حديث النعمان إن حال بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، هذا هو الورع، قد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات وقع في حرام. والزهد كما قلنا ترك ما لا ينفع في الآخرة لكنه ما يضر. ولهذا الزهد يعني ترك مباحات، لكن لو لم تزهد إلى حد ما يعني قد لا يدخل دينك شيء يعني، لكن زيادة في الديانة والصلاح والتخفف من أمور الدنيا. ولهذا وهذا قضية مهمة جدا، قد يكون الإنسان غنيا وعنده أموال ولكنه زاهد، وقد يكون فقيرا ولكنه ليس بزاهد. وهنا تدركون معنى الزهد، قد يكون غني وعنده أموال كثيرة ولكنه زاهد. هذا 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 الزهد الذي هنا هو أن تكون الدنيا في يده لا في قلبه، تكون الدنيا في يده لا في قلبه، وهذا هو المعيار الدقيق. ولهذا الغنى ليس مذموما، نعم المال الصالح رجل الصالح، والغنى يعني يعني كبار الصحابة كانوا غنيا، أبو بكر كان غني، عمر كان غني، عثمان كان غني، عبد الرحمن عوف كان غني، الزبير كان غني، العباس كان غني، غنيا. تعرفون عثمان ركب جهز جيش العسرة، جيش كامل، وفي ظروف صعبة جدا كان يحتاجون تمويل شديد في غزوة تبوك، كان حر وغلب عدة الشقة، وجلس العسرة إلى تبوك في الصيف، جهزه 1000 بعير بأحلاسها وأقتابها حتى قال ما أضر عثمان بعد اليوم. فالغنى يعني ليس مذموما إذا كان الإنسان قام بحقه، نعمة يكون إنسان أن يعف أن يستغني عن الناس وأن يكون يده هي العليا. ولهذا يقول لا حسد إلا في ثنتين، رجل آتاه الله مالا، حسد يعني غبطة، الغبطة في ثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة بالحق، ورجل أتاه الحكمة فهو يعلمها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالزهد لا يتعارض مع الغنى. ولهذا كما قلنا إذا كان المال في يدك وليس في قلبك فأنت لا إشكال فيك. ولهذا قد يكون الفقير فقير وهو غير زاهد لكنه عاجز ما عنده، ولو جاء لو وقع المال في يده قد يكون من أفسد الناس. ولهذا جاء في الخبر إن من عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفكره الله لكفر، أو كما ورد، وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ولو غناه الله لبطر، أو كما جاء. فأحيانا الله عز وجل لم يجعلك غنيا أراد اللطف بك. المقصود أن المال، ولهذا أحيانا ترى يعني بعض كتابات الناس في المال تحتاج إلى مراجعة، سواء المتقدمون أو المتأخرون. وكثيرا ما يعني أحاول أن يعني كما ذكر بعض العلماء النظر في حديث القرآن عن المال، لا يكاد آيات لو فيها المال أبدا،
وأنتم تقرؤون القرآن وتتدبرونه، وأنتم خاصة في هذا الشهر المبارك في شهر رمضان وتقرؤونه، حاولوا شوفوا كم مرة يرد المال والنفقة والإنفاق والرزق وكم إلى ما لا نهاية، كثير جدا جدا جدا. من أوائل ما نزل القرآن وهو يتحدث عن المال، من أوائل ما من في سورة اقرأ، في سورة كلا يطغى الرعى واستغنى، ومدثر ولا تمنن تستكثر، في أمور كثيرة، أن كان ذا مالي وبنين ولا أحد ولا طعام المسكين، في آيات كثيرة جدا كثير كثير جدا يعني. وآتوا المال الذي آتاكم إلى ينفق ساعة من سعته. من أظهر الآيات التي تبين ما وضعه الله عز وجل في هذه الدنيا من سنة تتعلق بالمال، قل الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قفوا عند هذه الآية وتأملوها جدا جدا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لهم قياما. أولا السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، فالله عز وجل قال: لا تعطوا السفيه المال ليعبث به. إذن هذا تحكم في المال وإرشاد إلى ما ينبغي أن يضبط في المال. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، غير رشيد يعني. أموالكم هي ليست أموال، هي مال السفيه، هي مال السفيه، يعني هي الأصل حقا لا تشوف أموالهم، لكنه قال أموالكم لأن المحافظة على مال السفيه ومحافظة على مال الأمة ومحافظة على فعلا حفظ ثروة الأمة، لأن ثروة الأمة هي مجموع أموال الناس، وهو اللي يسميه مصطلح المعاصرين الدخل القومي. الدخل القومي يعني كل ما تملكه ما يملكه الشعب من أموال، سواء كان يتعلق بميزانية الدولة ودخل الدولة، أو فيما يتعلق بأموال التجار وأموال الذي يدور في البلد، هذا كله يمثل الدخل القومي. فالمنع من الإسراف والمنع من السفه كلها لترشيد عموم أموال الدولة، ولهذا قال الله: أموالكم. فإذا ليست أموالنا، هي أموال السفهاء، لكنها نسبها لنا لأننا نحن كما أنه متضرر في الصرف الغلط، الأمة متضررة في الصرف الغلط، وتوحد أنتم الإسراف. حينما يفشو الإسراف في الأمة المتضرر الجميع، وليس المسرف فقط، كل ثروات تضيع. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هذه يعني ركن في السياسة المالية والاقتصادية. فالله عز وجل: إن الله عز وجل بنى هذه الدنيا على المال، لا تقوم حياة الناس إلا بالمال، جعل الله لكم قيامة، يعني تقوم به حياتكم، تقوم به عمارة دنياكم. أبدا لا تقوم الدنيا بغير مال أبدا. ولهذا الحديث عن يعني الزهد في المال بمعنى إهمال المال غير صحيح، وإضاعة الأموال ولا أبدا. المال تقوم به الدنيا، تقوم بالحياة، تقوم به، والله عز وجل هو أنشأكم واستعمركم فيها. ما تمكن أن تعمر الدنيا بدون مال أبدا، ولا يتصور.
فالمقصود الزهد ليس أن لا يكون بيدك مال، الزهد أن لا يكون المال في قلبك وإنما يكون في يدك. الزهد قلبي وديانة وعدم تعلق وطمع، بمعنى يعني كما قالوا العلماء في البر هو في في الأخوة في الله، لا تزيد في البر مع البر ولا تنقص مع الجفاء، بمعنى إلى حد ما حالك سواء زاد مالك أو نقص، هذا هو الاختبار القلبي. عندك مال والحمد لله وتنفق وتزكي وتصدق وتصل الرحم إلى آخره، لكن لو حصل لا نقص أو شيء لا يتأثر قلبك، لأنك تعلم أن ما دام أنك أنت لم تهمل، بمعنى أن المال مال الله والمال غاد ورائح، والله عز وجل الحكمة في أن يعني يخسر هذا ويكسب هذا وينكسر هذا ويغدق على هذا ويفتح على هذا ويقدر الرزق على هذا، هذه كلها قضايا إيمانية وديانية وهي تبين فعلا الزهد. أما الورع كما قلنا فهو يتعلق بالحرام، الورع يتعلق بالحرام مشتبه، ولهذا قلنا هو يضر في الآخرة. أنت تكون ورعا حينما تترك ما يضرك في الآخرة، بمعنى إما محرم أو مشتبه. إذن هذا ما يتعلق بالورع. قال الشيخ هنا أصل الورع الكف عن الحرام، وهذا صحيح، بينما الزهد قد يكون التقلل من بعض الحلال لكنه ليس حراما. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم.